استمع برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجر شرائح حرب، حلقة متميزة بعنوان المحبة رغم الاختلاف. وقد أجرى البرنامج اتصالا هاتفيا مع الأب نبيل الحداد للحديث حول أسبوع الوئام العالمي بين الأديان، فإلى هناك. لما بنقول المحبة بالرغم من الاختلاف، الاختلاف الديني، الاختلاف العرقي، الاختلاف العقائدي، الاختلاف حتى وجهات النظر بين النفس، نعم، المتساويين، يعني. لأنه السيد المسيح لما قالنا أحبوا بعضكم بعضا ما ميز بين المحبة مع الشخص الفلاني، أحبوا من يحبكم، أو أنه الإنسان يود من يوده، يعني شو الغاية في هناك من إنجيل القديس؟ حابة أنه بعد إذنك يا أبونا تفضلي أسرده، اللي هو من لوقا، أحد لوقا الثاني، إنجيل لوقا. قال الرب يسوع في إنجيل لوقا: وكما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم هكذا. وإن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يحبون الذين يحبونهم. وأيضا قال: وإذا أحسنتم إلى الذين يحسنون إليكم فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يفعلون هكذا. وإن أقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يقرضون الخطاة لكي يستردوا منهم المثل. بل أحبوا أعداءكم وأحسنوا وأقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا، فيكون أجركم عظيما وتكونوا بني العلي، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار، فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. عم بفكر أنه في ناس كتير بيشوف أنه ما في محبة، وبيشوف أنه العلاقات التنشن أصبح فيها هو الأساس المحور والمركز حول الذات وتحقيق المصالح الشخصية وغياب هاي المحبة. بفسره أنا بحكي المحبة لا تسقط أبدا، ولكنك عندما تصبح لا تراها فعلم أنك قد سقطت. حلو. أنا اللي بكون سقطت، مش هي ثابتة. نعم. المحبة لا تسقط. لا تسقط. إذا غابت في بيت بين زوجين، إذا غابت بين إخوة، نعم، إذا غابت بين زملاء، إذا غابت في مجتمعاتنا، فبيكون الشخص هو لما بيسقط بيبطل الليفل اللي المحبة يشوفه. نعم. فبيقولك ما في محبة، ما في محبة، بدك ترتقي. نعم. بدك تسامح، بدك تغفر، بدك ما توقف عند الإساءة. يسوع زي ما حكيت الدكتورة، حكى بداية حبوا أي فضل لكم إذا حبيتوا اللي بيحبوكوا، بس أنت أحبوا باركوا حتى مين؟ وصل للأعداء اللي بيأذوني، الناس اللي عم بزعجوني، ما بالك في علاقاتنا مع بعض إذا في سوء تفاهم، إذا في خلاف، إذا في هيك، نسقط المحبة وبنفوت على السريع على خط النار، تشتعل الحرب، بصير الإيذاء والنميمة وكل الصراعات بداخلنا. هذا الأسبوع الأول من شهر شباط مخصصاً لنشر ثقافة الوئام. نعم. وكان أصل هذه المبادرة أن تكون منابرنا الدينية، نعم، وبيوت العبادة، كنائس، مساجد، معابد على مختلف ألوانها وأشكالها وانتماءاتها العقائدية والدينية، أن تكون منابر لنشر الحب، رسالة الوئام منها إلى الآخر. نعم. بالعادة أنا بالكنيسة أعظ وأخطب وأعطي دروس حول المسيحية وحول الأخلاق المسيحية وحول الإيمان المسيحي. نعم. اليوم أنا كصاحب منبر للوعظ علي التزام أدبي أن أنقل رسالة الحب المسيحي في حب أخي وفي نشر الوئام. لهذا السبب، نعم، نرى العالم كله يحتفي بالوئام بنشر ثقافته في كل هذه الأصقاع.